مشاهدي الكرام، اليمن العظيم يزخر بعدد كبير جدا من عظماء الفن اليمني الأصيل في مراحل متعددة من تاريخ هذا البلد العظيم. تنوعت هذه الإبداعات في مجالات عديدة جدا في كل مجالات الفن والمعرفة والمحبة والمشاعر الفياضة بحب هذا الوطن. لعل أهم هذه المجالات هو التراث، التراث الغنائي الفني البديع. فقيد الفن اليمني المرحوم محمد حمود الحارثي دخل إلى هذا المجال بحس التلميذ الذي بدأ وأراد أن يصنع لنفسه مكانه، ولكن بركيزة قوية وفي طريقه الفنية، وفعلا اختارها بكل حب وعشق وهيام. هذا المجال هو أحبه، ولهذا تلمذ على يد أساتذة كبار في ذلك المجال، مدعوما بموهبة رائعة وحب عميق لما اختاره لنفسه ولحياته الفنية الرائعة. غزل ارفق بمنضب عهراقك وتعلم على يد أستاذه الكبير الأستاذ أحمد طاهر الكوكباني رحمه الله. وهذا أحمد طاهر كان من عمالقة الفن والطرب في هذه الأيام، وطبعا هو من كوكبان التي يقال عنها أنه كان يأخذ العود الطارف من الديوان. محمد حمود الحارثي كان يجتمع مع الفنان أحمد علي طاهر، وأخذ من معلوماته كثيرا من التراث القديم، ومن جملتها يعني الألحان الكوكبانية مثلا، وكان معه عود بسيط صغير كان يتعلم عند الأستاذ أحمد طاهر، فبدأ بداية هكذا بسيطة يعني. بسيطة وكان يجتمعوا عنده شلة من الشباب ذواقين الفن عند الشعراء والدبعات، فشجعوه على الظهور هذا، وفعلا درس إلى حيز البيت. وقد حدثني مرة كيف بدأ يتعلم وصنع له آلة عود أحد النجارين هناك، فكان هاوي وكان يسافر رجل، ما كانش فيه، كان يحكي لنا هذا الحكاية من عنده، ما كانش فيه سيارات ولا كان ومرتاح يعني يسافر من أجل يغني. تدري كيف صادفنا مقيل أو سمره هكذا وأحمد طاهر موجود، ما هو سمعت العود حقه وسمعته خلاص تتملكك كمل الهواية. فكنت أسمع العود حقه، بعدين خلت له ما خرج يمكن الحمام أو أن خرج، وقمت مسكت العود، ما جزمت أمسك العود قبالة وقبالة أعمومي وذهم ضلقة، فمسكت العود وفي ذلك كذا واحد ضمى هكذا. بس هذا وحفظتن هنا في القلب، ما فيش تسجيل ولا في حاجة. لما كملوا الجلسة والمقيل وشاحوا لهم الناس صرت طريقة العود حكي هذا عادوا فتله الضربي هذا، صرت كنت أشد له، وبعض لو ما كنت أسمعها في نفس الوزنية أخذتها ومسكت الريش وبين هذا، وإنه ذا اللحن سابر. قلت ها اليوم جي شرني ها شرني سنمتري كم وأنا بين أخبط. كنت فاكرين له عملية صعبة. وزنية بس أهم من أهم شيء. يوم محاولته الأولى لصياغة وتجسيد محبته وعشقه للغناء في قريته البديعة الرائعة كوكبان، الذي تشرب وحفظ كل جماليات الأبيات الشعرية لتلك الأغاني التراثية. طبعا هو خدم التراث وأصل الجديد
بربطه بالإبداع القادم من التراث. ونستطيع أن نقول أنه من لم يتملك من لم يمتلك ناصية القيم الفنية التراثية لا يمكن أن يقدم جديد، ولا يمكن أن يخط له طريقا يحقق فيه تميزا في حياته الإبداعية. وبالتالي حقيقة كان بنقول الأخ عبد الباسط الحارثي بنتحدث تقييم في حديث من العام، قال هو مع الطاقة بس طويلة يبز منها ما تخلص. هذه صورة دقيقة وجميلة من الطاقة تجي له كلمات أيوة قص من هذا وطلع فأنا التشبيه من الأخ عبد الباسط كان دقيق وعميق عميق لأنه يمتلك ذخيرة، فكان يمتلك التراث ويستوعب التراث وكان يقدر يطوع التراث لكل جديد، وهذا شيء عظيم. أنا تعليقي أن طاقة البز هذه أنا أتصور أنها هي الموروث أو اللون الطابع اليمني أو الكوكباني بالضبط، فأي عمل له كان سواء كان جديد لحنه هو أو لحن تراثي فما كانش يخرج عن هذه الطاقة البز، ما كانش يعمل لون آخر أو يخرج عن حفاظا على هذه الطاقة. الطاقة البز أنا مثلتها أو القماش الجيد والتي كان يختارها الوالد الله يرحمه، كان يختارها على أساس أنه هذا القماش جيد وممتاز وأوصي به حتى لأولادي أنهم يلبسوا منه. لقد دخلت معه في مناقشات كثيرة رحمه الله حول التجديد، تجديد الأغنية، وكان من أنصار التجديد على أن يكون بكلمات جديدة وألحان جديدة، أما التراث فينبغي أن يحترم ونؤديه كما هو، نحافظ للأجيال الجديدة بما تركته الأجيال القديمة، ونحدث أو نجدد في فن بكلمات جديدة وألحان جديدة. كان هذا رأيه وموقفه. وأتذكر عندما كان يأتي بعض الضيوف العرب كان يتم دعوة الفنان الكبير ليسمعوا بعض الأغاني اليمنية الأصيلة، فكانوا يعجبون بهذا الفنان المبدع الذي حافظ على أغانينا. وبالمناسبة لا ننسى أن بعض الأغاني كلمات وألحانا تعود إلى أكثر من 700 سنة. يعتبر هو من أبرز الفنانين الذين عملوا على تقديم التراث الشعبي وخصوصا التراث الكوكباني، وكان من أبرز الكتاب الذين كان يغني لهم الشاعر محمد شرف الدين، محمد عبد الله شرف الدين، وطبعا عبد الرحمن الأنسي. له طرق مختلفة في أداء التراث، هم كلهم هؤلاء الكبار أثروا يعني الساحة اليمنية الغنائية وأخرجوا لنا الموروث الغنائي القديم، لأنه الموروث الغنائي عندنا موروث شفهي وليس موروث مكتوب وموثق، فهو موروث شفهي تتناقله الألسن وما يحتفظ في كبد الإنسان وفي فؤاده وفي نجواه وفي قلبه، فهذا هو الموروث الشفوي. فكلاً أخذ عن أستاذه مدرسة الغنائية، كلنا أخذ عن أستاذه وعن مجتمعه الذي عاش فيه. فالحارثي الفنان أخذ من أساتذته وعلى رأسهم أحمد طاهر كان أستاذه. الفن وقدم الكثير والكثير في اتجاهات متعددة ومتنوعة، تعامل مع التراث، تعامل المسؤول المستوعب القادر على التجديد والعطاء والحفاظ على أصالة الشيء بدون تحريف، وقدم التراث من خلال أشكال متنوعة في إطار الأغنية الجماعية، الأغنية الفردية، الأغنية الممزقة الموزعة، وتعامل أيضا مع الفرق التعامل الأستاذ القدير المتواضع
ونشأ وترعرعت هذه الفرق في ظل عطاءات الأستاذ محمد حمود الحارثي وقدراته الإبداعية المتجددة حتى أصبحت تؤدي الأعمال التراثية أداء متميزا، وأصبح لدينا مكنزا جديدا لروافد غنائية متحضرة وقادرة على التواصل مع الأجيال القادمة ومواكبة معطيات العصر. ما لا أسفني أي عمل من أعماله، لأنه في الجانب الأغنية الوطنية أعطاها حقها، في الجانب التراث أيضا أعطاه حقه وتفرد وتميز فيه. حقيقة الأستاذ محمد تناول كثير من الألوان لكنها في الشكل الشعبي، ولذا هي محببة عند الناس. إنه من الفنانين المبدعين الذين كان لهم دور كبير في انتشال الأغنية اليمنية أو بعض الأغاني الشعبية، انتشالها من الهاوية، يعني ممكن كانت منسية. أيوة، محمد حمود الحارثي له أغاني، الأغاني التراثية الذي ما كانش وصلت لها صنعاء بحكم أيضا قربه من كوكبان، وكان مقيم في كوكبان واختلاطه بالفنانين في كوكبان في بداية حياته الفنية ومن نعومة أظافره. فهذا كله عندما انتقل إلى صنعاء وإلى باقي البلاد نشر ثقافة ونشر أغاني لم تكن في مخيلة الفنانين اللي كانوا موجودين في وقت المعاصر لها، فهذا تحسب له طبعا. سلام يا غوطة الأهجر وروضة بلادي، يا خلدها والنعيم، سلام من صاب مشتاق معك الغوادي وفي حشاه الجحيم. سلام يا غوطة الأهجر وروضة بلادي، يا خلدها والنعيم. سلام من صاب مشتاق دمعك الغوادي وفي حشاه الجحيم.